الكثير من جرحى تفجيرات يوم أمس الجمعة التي شهدتها المدينة غادروا المستشفيات، ولم يبقى غير 21 جريحا إصابة أحدهم غير مستقرة، فيما الأجهزة الأمنية منعت وسائل الإعلام من دخول المستشفيات لمتابعة حالة المرضى. مسؤولون تفقدوا حالة المرضى امتنعوا عن الحديث لوسائل الإعلام خوفا من المتغيرات التي ستشهدها المدينة. في هذه الأثناء عقدت عدد من منظمات المجتمع المدني في كركوك مؤتمرا بحثت خلاله كيفية بناء المجتمع المدني. أبدى خلاله المشاركون قلقهم من عسكرة المجتمع في العراق مطالبين نشر ثقافة الديمقراطية. لاحظنا بأن التخصيصات التي تخصص من ميزانية الدولة العراقية أكثرية هذه الميزانية تذهب إلى عسكرة المجتمع، وكذلك لاحظنا في الآونة الأخيرة بأن اهتمام الحكومة بمسائل العسكرية في العراق أكثر مما هي المسائل المدنية في العراق. ولو هنالك ولو الإحصائية الدقيقة ليس لدينا دقيقة، ولكن هنالك معلومات موثوقة تؤكد بأن إطلاق التعيينات في العراق لهذه السنة تم تخصيص أكثر من 70% من هذه التعيينات للمؤسسات العسكرية. رجال دين مسيحيون ومسلمون شاركوا في المؤتمر، أكدوا أن الدين يتشارك في الكثير من النقاط مع منظمات المجتمع المدني من أجل خدمة الإنسان والرقي. الدين هو خدمة مجانية ما لقى شيء، وكذلك المجتمع المدني، فالاثنين يعملوا معا من أجل إشاعة ثقافة الحوار، ثقافة السلام، ثقافة الاحترام، تفعيل هذا التنوع، التعددية، اللي هي بالنهاية غنى. الدين الإسلامي مبني على التعاون، ومبني على حرية الفكر، ومبني على الحث على التفاهم والحوار والتعايش السلمي بين كافة أفراد المجتمع. والتاريخ الإسلامي يشهد بأن الديانات المختلفة وبأن الأفكار المختلفة قد عاشت في المجتمع الإسلامي في روح أو في جو من التعايش والتآلف. كركوك تعيش منذ أيام تخوفا من تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والتأويلات التي تذهب إليها بعض الأطراف ورؤيتها لنتائج تشكيل قيادة قوات دجلة. وعلمت الحرة من مصادر مطلعة أن فوجا من الشرطة الاتحادية ربما سيدخل كركوك في الأيام القليلة المقبلة.